انت عايز تقول ايه يا جمال؟ عمال تلف وتدور، ما تقول اللي جواك كده على طول يا فندم. انا شايف ان اقامه الحفل في الوقت ده بالذات هيثير الراي العام، يعني حضرتك لو خدنا قرار بالغاء الحفل اعتقد ان ده هيكون له اثر كويس جدا في الشارع. انهي راي وانهي شارع يا جمال بيه؟ الشارع المصري يا فندم. ما هو الراي العام هنا في اسرائيل ضد اقامه الحفل كمان، وفي مظاهرات طلعت في تل ابيب بتنادي بمقاطعه الحفل. مش ممكن ده يتفهم ان احنا ضعفنا او استسلمنا لضغط الشارع الاسرائيلي هنا؟ لا يا فندم، سعادتك القاده الاسرائيليين اللي جايين الحفله دول كلهم مجرمين حرب وعملوا مجازر وحشيه. مجرد ان احنا ندعوهم على حفله في السفاره ونقعد معاهم في مكان واحد، ده في حد ذاته نكسه اكبر من نكسه 67 يا فندم. واحنا بنحتفل بعيد ميلاد دوله اسرائيل؟ احنا بنحتفل بثورتنا، ثوره شوليا. وبعدين انت بتكلمني كاني بعيد عن الشان الوطني، وانت اللي بتمثل الراي الوطني يا فندم. لا يا جمال، انا هنا في المكان ده عشان مصر اللي مصلحتها عندي فوق كل اعتبار، والحفله هتتعمل في ميعادها يوم 23، وعلم مصر هيرتفع في تل ابيب. مصر كبيره يا جمال، اكبر واهم دوله في المنطقه، مضيع عقود واتفاقات محترمه على اعلى مستوى، وبلد كبيره زي دي ما بتاخدش قرارات انفعاليه لحظيه. وبصراحه انا مندهش ان كلام زي ده يطلع من دبلوماسي، المفروض ان اراؤه اكثر حكمه من كده. صباح الخير يا استاذ سفير. صباح الخير يا نجم. ايه، هو انا جيت في اجتماع مغلق ولا حاجه؟ على العموم انا جاي اطمن سعادتك، اجراءات الحفله تمت كلها. البوفيه هيكون على الطريقه المصريه، فول وطعميه وكشري وبتنجان. في حاجه يا استاذ سفير؟ بعد اذن سعادتك يا استاذ سفير. اتفضل يا جمال، انا عاوزك تفكر كويس قوي في الكلام اللي انا قلته لك. حاضر يا فندم، حاضر. وجمال بيماله؟ لا ابدا، الظاهر لسه ما خدش على الجو هنا. يا ريت تكلمه. حاضر.